حياكم الله، معاكم صادق قاسم، نعرف معلومات أكثر عن تويوتا هايبريد ثنائية المحرك، فئتها الجديدة بريوس. هايبريد ثنائية المحرك فيها ماكينتين، الأولى كهرباء والثانية بنزين. تستفيد من الطاقة المهدرة أثناء ما أنك تخفف سرعة السيارة أو قاعد تضغط بريك، وهذه الطاقة تتخزن في البطارية لإعادة استخدامها لاحقاً عند الحاجة، سواء في تشغيل السيارة أو في التسارق. أثناء التصميم الخارجي، تويوتا اهتمت بأدق التفاصيل من ناحية انسيابية السيارة والأيروديناميك اللي خاص فيها، بالإضافة إلى الإضاءات الليلية والنهارية، فهي مزودة بتقنية LED. من الخلف نلاحظ تصميم الإضاءة LED عصري ومناسب لشكل السيارة التقني. كابينة البريوس مريحة، جل طبيعي عالي الجودة، وفيها مواصفات تكنولوجية راح نتعرف عليها الآن. تتميز تويوتا بريوس أن فيها نظام دخول ذكي ونظام تشغيل ذكي أيضاً عن طريق اللمس. لاحظ أثناء تشغيل السيارة ما في أي صوت للمحرك، وهذا ما تتميز فيه تويوتا بريوس، أن هي توفر لك جو من الراحة والهدوء. شاشة المحصورة في البريوس عالية الجودة، تشتغل باللمس، فيها عدة خيارات متاحة لك: النافيجيشن، الصوت، الهاتف، الصيانة، وأخيراً عندنا نظام تشغيل المحرك. تتميز تويوتا بريوس أيضاً أن هي تحتوي على شاشة عرض HUD على الزجاج الأمامي. تويوتا بريوس مزودة بأحدث أنظمة الصوت، 10 سماعات من ماركة JBL، فيها تقنية البلوتوث والUSB والAUX. تويوتا بريوس توفر لك شاشة TFT الأمامية على أساس تتيح لك للتعرف على بيانات وحالة السيارة. الجزء الأول خاص بعرض بيانات حالة صرف واستهلاك الكهرباء والبنزين في السيارة. الجزء الثاني خاص بعرض حالة المحركين الكهربائي والبنزين. أما الجزء الثالث فهو خاص بعرض حالة نظام نقل الحركة وحالة السيارة. تويوتا بريوس توفر لك تقنية شحن اللاسلكي لتليفونك النقال. تويوتا بريوس مقصورتها توفر لك الأمن والسلامة، لأنها تحتوي على 7 وسادات هوائية، بالإضافة إلى نظام منع الاصطدام الخلفي. من أنظمة الأمن والسلامة في تويوتا بريوس أن هي فيها تقنية نظام مراقبة الزاوية الميتة. تويوتا بريوس ثنائية المحرك، إذا عندكم أي أسئلة عنها حياكم الله في معارض تويوتا بالكويت للمزيد من المعلومات.